ديبورتيفو مالدونادو، النادي الكوبري. بدون شك كلنا عارفين سواء في دورياتنا العربية أو الدوريات العالمية إن دايما بيكون في أندية صغيرة بتدعم الأندية الكبيرة في مسألة الإعارات للعيبة الصغيرة أو اللعيبة اللي مش بتقدم أداء كويس، وفي نفس الوقت بتستفيد في إنها بتطور من أداء اللاعب نفسه ونتائج الفريق. لكن نادرا ما تشوف نادي هو عايز إنه يبقى نادي كوبري وبس، يتعاقد ويبيع لعيبة بدون حتى ما يلعبوا مع الفريق ماتش واحد. كلامنا هنا عن نادي أوروغواياني اسمه ديبورتيفو مالدونادو، مهمته انه يكون الكوبري بين أندية امريكا الجنوبية وأندية اوروبا في نقل المواهب. النادي مملوك لرجل اعمال بريطاني اسمه مالكوم كين، وهو نادي بدون تاريخ كبير واغلب فتراته قضاها في الدرجة التانية في اوروغواي. وكين هدفه من النادي ده انه هو يكون المالك للعيبة والمواهب دي ويقدر يسوقها باسم النادي، لان الفيفا منع مسألة ان يكون اللاعب ملك لوكيل او لشخص ما. العملية ببساطة بتكون انهم بيشتروا الموهبة من امريكا الجنوبية للفريق، وبعدها بيتم اعارته للنادي اللي مهتم بخدماته مع وجود شرط للبيع النهائي في عقده، وبالتالي تبقى عملية بيع قانونية تماما قدام الفيفا. بناء على كده اشتروا النادي وعملوا مباني وملعب وجديد جددوا شكل الفريق، لكنهم مش مهتمين بالنتائج لان الاهم هو ان يكون في فلوس من المواهب اللي بتيجي على الورق وبتتباع بسرعه. امثله كتيره نجح فيها ديبورتيفو مالدونادو في الموضوع ده، كان اهمها الان اللي اشتروه وباعوه بعد كده الاودينيزي ومنه على نابولي، الكساندرو اللي باعوه لبورتو ومنه على اليوفي، وليان خوسيه اللي عاروه لريال مدريد وبعدها اتباع لريال سوسيداد، وغيرهم امثله كتيره من اللعيبه زي جيرونيمو رولي وجوناثان كاليري. الدرس المهم في موضوع مالدونادو ده ان كرة القدم وقوانين الفيفا بقى سهل جدا التلاعب عليها، وانك تقدر تعمل اندية وتصنع امبراطورية كاملة من فلوس الانتقالات بشكل غير مباشر لكنه قانوني 100% في عيون الفيفا.